السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله، طلاب الصف الثالث الابتدائي. تعالوا مع بعض بعد ما خلصنا الثلاث وحدات الأولى، هنعمل إن شاء الله النهاردة نبدأ نحل عليها مراجعة عليها بإذن الله، ونحل الأسئلة اللي موجودة من كتاب الأضواء جيم وكتاب المعاصر على يونتس 1 2 3 في المراجعة. يلا نبدأ مع بعض، وبذكركم معاكم قناة الإنجليزي أسهل مع ميس سارة سامي، اللي لسه ما انضمش ينضم عن طريق الضغط على الزر الأحمر، الزرار الأحمر سبسكرايب على الاشتراك، وكمان ضغط على زرار الجرس عشان يوصل لكم الجديد بتاعنا. وبالنسبة لصفحتنا على الفيسبوك متابعة وإعجاب بالصفحة، والإنستجرام سارة سامي 825. يلا نسمي الله. أول أكتيفيتي معانا هنبدأها طبعا من كتاب الأضواء جيم. جايب لي هنا بيقول لي في السؤال read and match، اقرأ ووصل. عندي hungry هو موصلها لي بالفعل، هيدك هنوصلها بالبنت اللي ماسكه دماغها من الصداع، بلاي سبورتس بيلعب كرة قدم، هي بيلعب رياضة، تيك فوتوز ياخد صورة. السؤال اللي بعده ريد اند سيركل، اقرأ واعمل دايرة، ذا اود وورد او الكلمة المختلفة. عندي هنا كاف كولد هيدك، كلها حاجات تعب بتصادفنا او امراض ما عدا كلمة سيرستي. عندي درو سينج بلاي، كلها افعال ما عدا ميوزك. ساد انجري تايرد، كلها صفات ما عدا كلمة سبورتس. فوتوز هي المختلفة، وعندي هنا كولكت تيك درو، دي كلها أفعال. بنكمل مع بعض. عندي بيقول لي لوك اند كومبليت، انظر واكمل. هنا بيقول لي ان هي ناقص الاكس والدي، كلمة اكسايتد. هنا فيفر ناقص الاي والار. هنا بلاي سبورتس البي والار. كولكت magnets ال O وال M. السؤال اللي بعده look and write، انظر واكتب. angry صورة هنا، طيب number 2 cough كحة، number 3 listen to music بيستمع للموسيقى، number 4 tired. نكمل مع بعض بقية الأسئلة. بيقول لي read and circle، اقرأ وضع دائرة، عايزني احط دايره حوالين الكلمات اللي بتحتوي على اصوات زي الا والكي والانج والاس بي. طبعا حطينا على بعض الكلمات وسبنا لكم الباقي. طيب نيجي بعد كده كومبليت اند سيركل، اكمل وضع دائره. ليف اللي هي ورقه الشجر. عندي سكيرت جيبه. دك بطه، ونعمل على دايره وبنكتب الكلمه الناقصه. ليفينج روم، بنعمل على دايرة وبنكمل الحروف الناقصة اللي فيها. نيجي بعد كده circle and write، اعمل دايرة واكتب. هنا green فيها 2 اي اهي، king اخرها ان جي. هنا كمان عندنا sky اس كي، team فيها اي اي. activity 4 look and write، انظر واكتب. duck هنا meat، skin black. بنكمل مع بعض بقية الأسئلة. look read and tick true، هنعمل علامة صح بعد ما ننظر ونقرأ. طبعا الصورة جايب لي ولد حاطط موسيقى، يبقى I like pop music، بحب موسيقى البوب. هنا جايب كوباية وفيها مية وبيفكر فيها how do you feel، how do you feel، ماذا تشعر. وفي الاخر طبعا كويتشن مارك، لكن التانية ما فيهاش كويتشن مارك، وده غلط لان السؤال الاخر كويتشن مارك، فنعمل جنبها صح الاولى. نمبر 3 هانا از هانجري، هنا علامات الترقيم بتاعتها صح، الاتش كابيتال وفي الاخر فول ستوب، يبقى دي اللي صح. نمبر 4 اي هاف ا هيديك وفي الاخر فول ستوب، يبقى دي اللي صح، لكن الاخيره كويتشن مارك دي غلط. هاني اند هانا ار ان ذا ليفينج روم، هانا از سينجينج ا سونج، هاني از كولكتينج ماجنتس، زير داد از ليسنينج تو ميوزك، ذي ار هابي. نكمل مع بعض بقيه الاسئله. بيقول لوك انظر ريد اقرا اند رايت، واكتب. جايب لي الكلمات فوق اهي وبنكتب منها I feel sad تبع الصورة، هنا have a cough، هنا collecting magnets جمع مغناطيس، playing sports. آخر صفحة من كتاب الأضواء جيم بيقول look read and answer، انظر اقرأ وأجب.
how do you feel؟ فهنا الصورة I feel tired، بيشعر بالتعب. طب هنا what's the matter؟ ما الأمر؟ هيقول له I have a cold، عنده برد. how do you feel؟ ماذا تشعر؟ I feel happy، ده بيشعر بالسعادة. what's the matter؟ من المشكلة I have a headache، عندها صداع، فبيقول أنا عندي صداع. كده خلصنا مع بعض كتاب جيم الأضواء. كده الأسئلة خلصت على الدروس الوحدة الأولى كلها اللي بالدروس الأول والتاني والتالت. طب تعالى نشوف بقى كتاب المعاصر متناول الجزئية دي إزاي. جايب لي هنا listen استمع and write the missing sound، واكتب الصوت الناقص. scared sing spider feel black eat space be king sky leaf duck. هقولهم تاني. scared scared sing sing spider spider feel feel black black eat eat space space be be king king sky sky leaf leaf duck duck. خلصنا مع بعض الصفحة الأولى، هنكمل مع بعض الصفحة الثانية. بيقول read and match، اقرأ ووصف. I feel tired، هتبقى نوصلها أهو بالصورة دي. number two this is my heart، ده قلبي بيشاور على القلب بتاعه أهو. number three I like taking photos، بيحب يلتقط الصور مع كاميرا أهو. الصورة اللي بعدها، السؤال اللي بعده look and circle، انظر وضع دائرة. play sports بيلعب رياضة، طبعا الصورة بتبين ان هو بيلعب رياضة. الصورة التانية بيشاور على الهيرت القلب، هنا هيدك عنده صداع، هنا تيك فوتوز بيلتقط صور، هنا ساد حزين، هنا كاف كحة، سيرستي عطشان فبيشرب، هنا كولكت ماجنت بيجمع مغناطيس. السؤال اللي بعده لوك انظر ريد اقرأ and تيك، اعمل علامة صح او غلط. طيب هنا كاتب جايب الصورة، فبيقول هنا I like ice cream، طبعا هو في ايده ice cream اهو، يبقى ده صح. this is my bone، هذا عظمي، صح. I have a cold، طبعا غلط، ده cough. I have orange juice، فعلا بيشرب عصير برتقال، يعني صح. طيب بنقلب الصفحة. punctuate the following، هنعمل punctuation علامة الترقيم، أول حرف capital وفي الآخر علامة تعجب. هنا ال I capital عشان أول حرف، وغير إن هي I دايما بتبقى capital حتى لو في نص الكلام، في الآخر بنحط full stop. هنا بنحط question mark، هنا أول حرف capital وفي الآخر full stop، هنا أول حرف capital وفي الآخر question mark. يعني ده سؤال can I get you anything، ممكن اجيب لك اي حاجة، اقدر اجيب لك اي حاجة. هنا I can see a cat, comma, an elephant، بقى انا استطيع ان ارى ايه، قطة وبعدين فيل وطائر، فبدام في حاجة متكررة بحط كومة ما بينهم، وفي قبل الاخر كلمة بحط and، ممكن احط قبل الاند كومة وممكن ما احطش، تمام. يبقى لما بكون بعدد الاشياء اللي بذكرها بحط كومة ما بينهم لغاية قبل آخر حاجة، بقوم أي الأند وفي الآخر الفول ستوب. الإس كابيتال وفي الآخر علامة تعجب عشان بوصف حاجة بالشعور، she's very beautiful، بوصف علامة شعور أو حاجة بحبها. هنا الدي كابيتال، الإتش كابيتال علشان ده أول حق أول كلمة، وكمان علشان أسماء أشخاص، وفي الآخر فول ستوب. كده خلصنا مع بعض مراجعتنا على الدروس الأول والتاني والتالت من الوحدة الأولى أو الفكرة الأولى. انتظروا إن شاء الله بداية It seemed to the world around me، الفكرة الثانية العالم من حولي. دمتم في أمان الله.